مرحبا بكم في الفيديو هذه اللي باش نحكي فيها على الموديول OS. OS هو موديول يخولنا أن نتفاعلوا مع الـ Operating System تاعنا، معناتها مثلا دوسيات نعاودو نسميوهم نهزوهم بلاصة لبلاصة، نفسخو نزيدو فايلات كيف كيف نفس الموضوع وبرشا حاجات أخرى. الموضوع هذا يتم بايثون و OS بطريقة سلسة برشا، وهذا هو اللي نحب نفسره لكم. للحاجة دي حضرت تيست فولدر، حطيت فيه ثلاثة دوسيات وحطيت فيه ذا test.txt والفايل بايثون فايل اللي باش نكتب فيه الكود، هذوما زوز فارغين، ودوكس عاود حطيت فيها test.txt جوست باش نجربو بها. نجي نمشي للفيزوال ستوديو كود. او اس هو بلت ان موديول في بايثون، معناتها اني ما نسقش باش نستالي، جوست نعمل امبورت ديجا سي ان دي. نجي نعمل برنت دير OS باش نعرف شنو في وسطو. سجل بايثون 3 موديول اني اسم الفايل اندرسكور نقطة بي واي، ديجا مدلي الاتريبيوتس والميثود اللي موجودين. اني مانيش باش نوريكم كل شيء، باش نوريكم اللي في نظري اني اكثر استعمالا. نجي نحط لهنا كلير، نظف شوية. اول حاجة نحب نوريها لكم انه نتعرف على المسار اللي أنا قاعد نخدم فيه تو، والحاجة دي تصير بالطريقة دي. print os نقطة get cwd اللي هي current working directory، نسجل تك. قال لي راك تخدم هنا في الديسكتوب في دوسي تيست فولدر كيما بكري رينيه. نكملو. مثلا اذا نحب اني تو نعمل دوسي في وسطو، OS نقطة مكادير ونسميه سب دير مساره، معناتها في وسط تيست فولدر. نسجل سامحوني OS مش هودي سي بون، عمل دوسي جديد. اذا الدوسي هذا نحبه مثلا نبدلو له اسمه، نجي نقول اس نقطة بعد رينيم، من بعد نحط المسار القديم اللي هو في الحالة متاعي sub underscore dir. نقوله بار اكزومبل نحب نردو اسمه كان دير دوسي، نجي نعملو هكا sub dir هنا ولا دير. اذا مثلا نحبو نفسخوه نعملو الاتي os نقطة rm دير اللي هي جاي من ريموف، وبعد نحطو المسار نسجلو تاك نح. حاجة اخرى نجمو نعملوها، مثلا نجمو نشوفو شنية ليستة الدوسيات والفايلات اللي في وسط دايركتوري معينة. مثلا نجي نعمل هكا os بون برنت ساعة os نقطة ليست دير، وبعد نحط له المسار يعني وين نحب. قلتلكم نحب في المسار اللي ديجا نخدمو فيه، نسجل هوب. هذا اش عليكم فيه، هذاك الهيدن فايل متاع ماك. اما هنا كما تشوفوا بيكس دوكس وهذا البايثون فايل اللي قاعدين نكتبو فيه تو، تيست بوينت اكس تي والفيتس اللي هما هذوما. ب جونا به نكملو. اش عنا اخر؟ عنا مثلا نقولو مثلا نحبو نشوفو اسكو فايل معين اكزيستس ولا. نجي نعملك او اس نقطة، بعد نقول له path، بعد نقول له exists، بعد نحط له ما بين قوسين المسار متاع الموضوع docs حالة متاعي test.txt. نسجل بالطبيعة هذا كله يزمو print النتيجة متاعه باش تكون نتيجة منطقية. خضروه باش يقول لي توا يا true يا false. true قال لي. نجي نبدلها مثلا غادي اثنين. هذوما راهو فازيت مثلا تنجم انتوما تحتاجوهم في الكود متاعك لاي سبب ما، راه
قال لي فولز موش موجودة ذي اللي حطيته. ساعات تجينا مثلا في دايركتوري معين نحب نشوفه اسكو اللي فيه فايلات والا زاد دوسيات. اش نعمله في الحالة هذيك؟ نستعمله مثلا is file. جي نسجل هذا البلاغ، نحط لهنا الساعة clear، هوب نظف علينا شوي. قال لي ترو، هذا فايل. كي نجي اني نعمل لك الناحية هذي، قال لي فولس. بينما كي نجي نكتب هنا is dir، صحيت كما توقعت، شو قال لي ترو. باهي نطفو لهنا كلير، ولا خلينا نعملو حاجة عملية باش تشوفوا انتم. مثلا تخيلوا معايا اني عندي في الدوسي هذا توا عندي 3 دوسيات، نحب نرقمهم 1 2 3، اما نحبوش يمس الفايلز، نحبو يمس كان دوسيات ويرقمهم. 1 موان اسم الدوسي، 2 موان اسم الدوسي، 3 موان اسم الدوسي. اش نعملو؟ نجيو مثلا نقولو فور. هو توا ديجا مازلنا ما نعرفوش احنا اسكو فايل والا دايركتوري، دونك نسميو الفاريابل نتاعنا ديما كيما قلنا تعبر على احنا شنو نحبو نعملو. اوردير ان او اس نقطه ليست دير، من بعد نحط له current working directory، خاطر اني هذاك هو اللي نحب نشوف فيه. احنا شنو قلنا؟ قلنا if os نقطة is dir path نقطة is dir، نجي نحط له اسم الفاريابل متاعي. اي اذا هذا لقيتو ترو واش تعمل؟ os نقطة rename، الرينيم تاخذ علينا زوز، تاخذ علينا المسار القديم وتو المسار الجديد. احنا اش قلنا؟ 1 2 3، ما عندها حاشنا بكاونت اي بلس، وبعد قلنا بعد الاي شنو باش نعملو؟ مينوس. بعد نجي نقولو بلس، تينا اسم الفايل. هي ما احنا ما نجموش ندمجو انتجر و سترينجز، دونك هذي زمنا نعملو لها كونفيرت بالاس تي ار. باهي الاي منين باش تبدا؟ الاي تبدا من 1، احنا قلنا اي، وكل مرة لازمها تزيد هي. دونك الاي تساوي اي بلس 1. سجل تساك، لا تفضل. 1 2 3، هذا جوست مثال عملي صغير. اذا كان عندكم اي استفسارات على اواس بربي اكتبولي في التعليق، وراني نفرح اذا نعاونكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام.